بخطوات متأنية يشهد الوضع في محافظة مأرب تحسنا طفيفا من أجل أن تتحول المدينة إلى نموذج للمدن المحررة. ظروف محلية ووطنية وراء هذا التحسن الذي يبدو واضحا من خلال حركات دؤوبة في المدينة في محاولة إحداث تنمية مستدامة وخلق فرص استثمارية ستعمل على رفض الاقتصاد الوطني في محافظة تزخر بالثروات. نحو تطلع أبناء هذه المدينة ومن أجل عاصمة تليق بأبناء هذه المحافظة وأبناء إقليم سبأ. يبدو حال المحافظة اليوم غير سابقها، إذ تكثف السلطات المعنية جهودها لإزالة العشوائيات والأبنية المخالفة للمخططات الحضرية، كما تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة حضارية مناسبة في كافة المجالات. قُبلت هذه الجهود بترحيب وارتياح كبيرين لدى الشارع في المحافظة. نشكر كل من تعاون وساند في إزالة هذه المخلفات التي أثلقت الصدور لجميع المواطنين التي كانت عائقة للسير في هذه المحافظة، ونتمنى من السلطة المحلية المزيد في هذا العمل الجيد. لا شيء متوقف هنا، حيث لا تعتمد عملية التنمية والتطوير والبناء على من هم في أعلى هرم السلطة فقط، بل تحتاج إلى تضافر كل الجهود لإنجاح الخطة المقدمة للنمو المتوازن في المدينة لتحسين الحياة وفق رؤية جماعية هدفها تسويق الصورة الإيجابية لمأرب لخلق تنمية مستدامة بالتزامن مع تفعيل دور المكاتب الخدمية. إذن يمكن القول أن مأرب تشهد تقدما على معاناة الماضي وقسوة ظروفه من خلال هذا السباق لانتشار المحافظة من حالتها، وهو بالمناسبة هدف لكسر الصورة السلبية التي كرسها النظام السابق عن هذه المحافظة. خلال الطويل، قناة بلقيس من محافظة مأرب.